كمان يا نهاوند، مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب قرر تاجيل افتتاح بعض المشروعات الانشائيه والخدميه بفرع زايد والتي كان المقرر لها النهارده. طبعا ده بسبب الاحداث المؤسفه اللي بتحصل لاشقائنا، ولكن في نفس الوقت يقدر اعضاء النادي الاهلي من اليوم استخدام تلك المشروعات المشار اليها والاستفاده منها بشكل طبيعي. في سياق مختلف طبعا بقى يا نهاوند، بندخل في ملف كاس العالم. اعتقد النادي الاهلي بقى ضيف دائم في بطوله كاس العالم. الكابتن خالد بيبو كان في السعوديه مع وفد الفيفا لتفقد ملاعب مباريات كأس العالم للأندية وملاعب التدريب وبصحبته الكابتن سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي. مشاركة مختلفة السنة دي، ويعني جماهير النادي الأهلي حلم من ضمن احلامها انها تحقق كاس العالم من هون. بص، جماهير النادي الاهلي حلمها ان هي تفضل بتحقق هقول ايه، البطولات في كل المنافسات اللي هي بتواجهها. للاسف الشديد، مش هقول للاسف، بالعكس يعني هو يمكن للاسف عشان ده بيبقى ضغط وحمل كبير جدا على اللعيبه وعلى الفريق، لكن في نفس الوقت هو ده الطبيعي وحق مشروع. انا دلوقتي كنت ببص على تليفوني على التحديد على الخبر انت بتتكلم فيه وتاجيل افتتاح بعض يعني المنشات عندنا وبعض الاماكن وبعض المناطق اللي يعني عايزه اقول لحضراتكم كنا هنبقى سعداء جدا ان احنا كمان نعرضها على جماهير واعضاء النادي الاهلي، لكن طبعا عشان الظروف اللي بتمر بيها البلاد يعني والعالم والاحداث الاخيره. طبعا عايزه اقول لحضراتكم على تويتر انا كنت عايزه اقرا لا كم الناس اللي عامله شير لهذا الموضوع وشايفه ان دي خطوه محترمه جدا كتيره جدا، واحنا مش بنتكلم في كده اللي هو احنا فرحانين ان احنا عملنا كده. وفي الاول وفي الاخر الواحد لما بيبقى عنده نوع من الاحساس بالغير او بيعمل حاجه لان هو مؤمن قضية ما، ده بيعملها عشان هو شايف كده، عشان هو ده الصح. النادي الأهلي احنا مش هنتكلم عن قد ايه هو سباق في هذه الأمور يا فاروق، لكن ردود الأفعال اللي أنا شفتها بجد يعني على تويتر وعلى مواقع مختلفة أنا أسعدتني بشكل كبير جدا. الواحد يعني حاسس إن كلنا كأهلاوية كلنا كمصريين حابين إن احنا على الأقل بحاجات بسيطة جدا إن احنا نعبر للعالم كله قد ايه احنا مهتمين بهذه القضية وقد ايه مهتمين أكيد بإخواتنا اللي في الدول المختلفة اللي بيعانوا للاسف الشديد من ملفات مختلفه. انا مش عايزه اخش دلوقتي في تفاصيلها لان مش موضوعنا، بس اكيد كانت حاجه محترم جدا من النادي الاهلي ان هو يقوم بيها يعني.